بير المحرق، الحقيقة الاسم شوية غريب، بيرمز إلى إيه أو معناه إيه؟ هو الاسم الحقيقي ليه اسمه دير السيدة العذراء بالمحرق، يعني منطقة المحرق. وكلمة المحرق دي يعني ليها أسبابها. المكان اللي موجود في الدير حصل فيه نوع من الحرائق يعني، أو مثلا كان يجمعوا نبات اسمه نبات الحلف ويعملوا أكوام كده ويحرقوه، فسموا المنطقة أو الحوض بمنطقة المحرق يعني. في رأي تاني بيقول إن يعني كان الزرع المزروع في المكان هنا ما توصلوش المية فيحصل تحريق للورق بتاع النبات، فعشان كده سموا المنطقة بمنطقة المحروقة، ومنها جت كلمة المحرق يعني. دير المحرق. دير المحرق، لكن هو الاسم طبعا دير السيدة العذراء المحرق. هذه الكنيسة الجميلة جدا اللي احنا موجودين فيها النهاردة، حضرتك تقول لنا ايه تاريخ؟ احنا قاعدين او موجودين في الكنيسة الأثرية اللي هي اسمها كنيسة السيدة عذراء الأثرية المحرق. طبعا دي اساس الدير، دي نقول عليها المكان او البيت اللي سكنت فيه العائلة المقدسة من حوالي اكتر من 2000 سنة. طبعا المكان كان عبارة عن بيت قديم مسقوف بالجريد، حاجة بدائية خالص كده يعني. جاءت العائلة المقدسة، ولما أقول العائلة المقدسة أقصد طبعا السيد المسيح وهو طفل، أيوة، والسيدة العذراء مريم ويوسف النجار خطيب العذراء مريم. جم في المكان هنا، وكان طبعا صحراء خالص في جبل اسمه جبل قوس قام، وقعدوا في المكان ده فترة طويلة، قعدوا 6 شهور و5 أيام. 6 شهور و5 أيام معناها إنها أطول فترة قضتها السيدة العذراء في مصر. أطول فترة قعدتها في مكان اللي هو هنا في جبل قوس قام. يعني أنا الحقيقة ساعات أتساءل كيف وصلوا إلى هنا؟ يعني الرحلة طويلة قوي، وكان في طبعاً وسائل مواصلات بدائية جداً، وكان في طبعاً مراكب في النيل، لكن يعني ما الذي أوجدهم في هذا المكان؟ العائلة المقدسة تعتبر مصر البلد الوحيدة اللي زارتها، أو السيد المسيح زار مصر، ودي بلد وحيدة زارها خارج أرض شيء جميل فلسطين وأرض إسرائيل يعني. وده طبعا تحقيقا للنبوات اللي كانت موجودة في العهد القديم، يعني قبل ميلاد السيد المسيح في الكتاب المقدس في العهد القديم قبل ميلاده بحوالي 800 سنة، أشعياء النبي قال كده: هوذا الرب راكب على السحابة السريعة وقادم إلى أرض مصر. وقال كده: للرب مسبح في وسط أرض مصر. وهوضح يعني كلمة مسبح. أيوه. لأن احنا دلوقتي واقفين قدام المسبح ده. ده المسبح اللي هو مكان الصلاة يعني. وفعلا هنا المكان يتوسط أرض مصر، فالنبوة تحققت بالفعل قبل ميلاد السيد المسيح بأكثر أو بحوالي 800 سنة. يعني جغرافياً المكان هنا يتوسط أرض مصر. فهم جم مصر تحقيقاً للنبوات، وطبعاً رحلة كانت شاقة، وإحنا بنقول عليها رحلة، ومفهوم الرحلة بالنسبة لنا يعني حاجة كده فسحة ولا حاجة، لكن دي كانت رحلة شاقة جداً من ناحية وسيلة المواصلات. مثلاً كانت الحمار مثلاً أو الأتان، ودي يعني وسيلة مواصلات صعبة جداً في الصحراء، تعرضوا لمشقة البرد والحر واللصوص، لأنه كان يمشوا في صحراء، لكن طبعا أو في نهر النيل في بعض الأماكن يعني. دخلوا مصر، وإحنا دايما بنحتفل بعيد دخول السيد المسيح الأرض مصر في أول يونيو، شهر يونيو. أيوة. اللي هو في الشهر القبطي يوافق 24 بشمس. دخلت العائلة المقدسة أرض مصر عن طريق الفرامة وسينا، وانتقلت من مكان لمكان، ومحطات كتيرة معروفة طبعا يعني غالبا معروفة لكل، لغاية لما وصلوا هنا في الجنوب جبل قوس قام. المكان ده اسمه جبل قوس قام. في البيت أو في المكان ده كان في بيت قديم مهجور، وكان المكان طبعا صحراء، فقعدوا الفترة الطويلة دي اللي هي 6 شهور و5 أيام، لغاية لما طبعا برضه عشان نبقوا عارفين جم هربا من بطش هيرودس الملك. أيوه. لأن هيرودس أراد أنه يقتل السيد المسيح وهو طفل كبقية الأطفال يعني. نتيجة نبوءة. لأن طبعا جم يعني في نبوءة يعني، أو هو افتكر أن السيد المسيح هياخد منه الملك الأرضي بتاعه، فلما سمع أن المسيح اتولد وفي مجوس جم من المشرق وقالوا أين هو المولود ملك اليهود،
اضطرب وخاف وقال ايه ده، هو حد هياخد مني الملك ولا ايه؟ فطبعا عمل مذبحة فظيعة، قتل كل أطفال بيت لحم من ابن سنتين فما أقل، يعني على أساس يعني هو يكون السيد المسيح من ضمن الأطفال دي. لكن طبعا ملاك الرب ظهر ليوسف وقال له قم وخذ الصبي وأمه واذهب لأرض مصر، وده طبعا عشان تتم النبوات اللي أنا قلت عليها. وفعلا جاءت العائلة المقدسة لأرض مصر، وبقى يعني الرحلة اللي استمرت في مصر تقريبا أكتر من 3 سنين و 11 شهر يمكن تقريبا، لكن هنا في المكان ده في دير المحرة قعدت أطول فترة اللي هي 6 شهور و5 أيام أو ممكن نقول 185 يوم، لغاية لما مات هيرودس. فالملاك برضو ظهر ليوسف هنا في المكان ده وقال له مات الذين يطلبون نفس الصبي، يعني الطفل السيد المسيح، فارجع تاني. فرجعوا وسكنوا بقى في الناصرة اللي هي في أرض فلسطين. حول فلسطين كان هناك دول أخرى وكان هناك ممالك أخرى، يعني لماذا لم يذهبوا إليها وجاءوا إلى هنا؟ لأن مصر ليها مكانة خاصة عند ربنا، وطبعا برضو من ضمن نبوات العهد القديم. العهد القديم يعني أقصد قبل ميلاد السيد المسيح، برضو أشعياء النبي قال كده مبارك، ربنا بيقول مبارك شعبي مصر. فمصر لها بركة خاصة من ربنا، وربنا اختار مصر بالذات عشان يجيها السيد المسيح. وزي ما قلت مصر هي البلد الوحيدة اللي زارها السيد المسيح خارج أرض فلسطين. فطبعا ربنا اختار مصر بقى، يعني شعب مصر عموما ليه معزة خاصة عند ربنا. الزوار لهذا المكان الجميل، يعني هل في مواسم بيأتوا إليه فيها؟ الدير مفتوح طوال السنة ما عدا فترات معينة بنقفل فيها، فترة بنسميها فترة الصيام الكبير اللي احنا فيها دلوقتي. ملاحظين ان الدير مفتوح طوال خالص دلوقتي، دي مدتها 55 يوم. في صيام تاني اسمه صيام الميلاد، بنقفل اجزاء من الاسبوع. الصيام ده مدته 43 يوم، بس بنقفل ايام الاثنين والثلاث والاربع والخميس 4 ايام، ونفتح للزوار جمعة سبت حد. الدير مفتوح للكل، للمسلمين ومسيحيين مسيحيين للكل، الأجانب برضو. يعني يمكن في الفترة دي بنستثني الأجانب، فترة قفل الدير بنستثني الأجانب اللي هم جايين من الخارج، عشان دي يعني فرصة مش هتتكرر تاني بالنسبة لهم، بنستثنيهم إنهم يزوروا الدير في فترة قفل الدير. لكن الدير مفتوح للكل، مسلمين ومسيحيين، وده طبعا بنلاحظها بكثرة إن إخواتنا المسلمين بيجوا يزوروا المكان هنا. طب يعني الدير بيستقبل ناس كتير، والآن مع مسار العائلة المقدسة ماذا تم من جديد لجذب الناس لهذا المكان؟ هو طبعا بعد ما أعلن بابا الفاتيكان أن المكان أو رحلة العائلة المقدسة يعني مسار حج وكده، أعتقد في حركة للسياحة لكن مش بالمستوى المطلوب طبعا. الدولة بتبذل الجهد عشان تحيي مسار العائلة المقدسة، بترصف الطرق، تعمل حاجات كتير، لكن طبعا ما وصلناش للمطلوب. يعني طب ايه المطلوب طبعاً. ايه المطلوب حاليا؟ يعني اعتقد رصف الطرق مثلا، في بعض الطرق لسه محتاجه تترصف، محتاجين الدعايه برضو الاعلاميه طبعا، سواء في الداخل او في الخارج، عشان الناس تعرف الاماكن والمحطات بتاعه مسار العائله المقدسه. واعتقد الدوله ابتدت في هذا يعني المار، لكن محتاج برضه جهد تاني اكتر من كده. وتم الاعلان عن مسار العائله المقدسه من سنوات. بالظبط كده. يعني ممكن اتخيل متى يتم فعلا يعني فتح الطريق بشكل جيد بدعايه جيده؟ افتتحت يعني في اماكن تقريبا في وجه بحري افتتحت يعني، لكن في الصعيد يمكن هنا لسه برضه في بعض الأماكن لم تفتتح. في خطوات يعني الدولة أخذتها، لكن في طبعا مطلوب خطوات أكتر وأكتر طبعا. طيب لو يعني بنقول لعموم الناس تعالوا تفضلوا اتفرجوا على هذا المكان الجميل، أهم ما فيه إيه؟ هاي المكان هنا بنسميه القدس الثاني. تسمية جميلة. المكان هنا دير المحرة بنسميه القدس الثاني، على أساس السيد المسيح عاش حياته كلها في أرض فلسطين أو في أرض إسرائيل اللي هي القدس. يعني هنا بقى عاش فترة تعتبر إلى حد ما كبيرة نسبيا، 6 شهور و5 أيام. وكان في فترة قبل كده يعني كان فيها يعني ما كانش فيه مسموح بها لزيارة القدس، فكانت الناس تيجي هنا وتعتبر زارت القدس.
فهنا المكان لي يعني عاوز أقول محطة رئيسية، العائلة المقدسة والسيد المسيح عاش في المكان ده 6 شهور و5 أيام. أهم مكان في الدير طبعا أو أساس الدير هو الكنيسة الأثرية اللي احنا فيها دلوقتي، هي نفس البيت اللي عاشت فيه العائلة المقدسة، اتحول لمكان يعني حضرتك بتشاور هنا يعني هذا المكان. المكان ده بعد ما العائلة المقدسة غادرت المكان، المكان اتحول لكنيسة، المكان اتحول لكنيسة في القرن الأول الميلادي. وطبعا الناس تعرفت ان المكان ده عاشت فيه العائلة المقدسة وعاش فيه السيد المسيح، فكان ليه طبعا زوار وكده. لكن المكان اتحول لدير، دير يعني فيه رهبان وكده، في القرن الرابع الميلادي بقى فيه رهبان وبقى المكان دير بقى. فأصبح في كنائس تاني غير الكنيسة الأثرية، أصبح في ألالي للرهبان، أصبح في حصن أثري. يمكن أغلب الأدورة في حاجة اسمها الحصن الأثري. كان هتقولي لي إيه حصن؟ يعني كان يحصل نوع من الهجوم على الأدورة من ناس اسمها البربر، يعني يفتكروا الأدورة فيها مثلا كنوز أو كده، فيحصل هجوم. ففي وقت الهجوم ده بتاع البربر، الرهبان يدخلوا في الحصن ويقعدوا فيه لغاية ما تنتهي الغارة، لغاية ما تنتهي الغارة. فهنا في حصن أثري، في كنيسة باسم الملاك ميخائيل في الحصن الأثري، في كنائس تاني برضو، في طبعا أماكن للضيوف اللي هم بيجوا يزوروا الدير مثلا، يعني إقامة مثلا، إقامة ممكن أجانب أم مصريين؟ الاثنين، للأجانب أو المصريين. يعني ده طبعا يعني في فندق، يعني ما أقدرش أقول فندق بمعنى فندق يعني، لكن بنسميها مضيفة يعني مستواها كويس كده يعني. وفي ذهننا أن احنا نعمل حاجة زي كده يعني، فندق والحاجة تناسب مثلا قيمة هذا المكان، قيمة هذا المكان يعني. طبعا. كم عدد المصريين اللي بيترددوا على هذا الدير سنويا، وكم عدد الأجانب تقريبا؟ يعني طبعا في عندنا في شهر 6 وفي شهر 7 حاجة اسمها موسم الدير، ده يبقى عدد كتير من الزوار سواء مسلمين أو مسيحيين. يعني ممكن نقول أكتر من 2-3 مليون يزوروا الدير في السنة مثلا، على مدار ده إذا السنة. كان يعني تقريبا يعني.